لو حضرتك سنك كبر وخايف من الموت، اوعدك بعد ما تكمل معايا الفيديو للاخر هقول لك على طريقه ما تخافش منها من الموت تماما. ايه هي الطريقه دي اللي مش هخاف منها من الموت؟ ده ربنا عز وجل قال ان الموت مصيبه، فعلا ربنا قال ان الموت مصيبه، بس انا جايب لحضرتك طريقه هتطمنك، لان من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ده واحد. اتنين، حضرتك الطبيعي ما تصلي على النبي الاول كده عشان نستفيد، بس صلاه على النبي كده وعشان تخش الجنه وانا اخش الجنه، لان دي برضو حاجه من الحاجات اللي تخلينا ان شاء الله نحب الموت لما نصلي على النبي. طب صلينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ايه بقى الطريقه اللي انت جايبها لنا تخلينا ما نخافش من الموت؟ هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك لو موت هتموت امتى؟ بعد اي فرض، يعني بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، تمام؟ فان شاء الله اكيد حضرتك بتصلي، ده اللي ما بتصليش بقى ده خلاص ما يطلعش، يطلع بره الفيديو ما يسمحوش اساسا، لان يعني الفيديو مش هيأثر فيه ولا مع اي حاجه. ولكن لو حضرتك مت بعد اي صلاه من دولك او انت بتصلي، ايه اللي بيحصل؟ وحضرتك بتصلي بتقول في التشهدات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، جميل قوي كده، جميل قوي كده. طيب سيدنا النبي قال ايه؟ من كان اخر كلامه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ايه يا رسول الله اللي هيحصل له؟ دخل الجنه. فايه رايك بقى لو لسه خايف من الموت؟ قول لي انا لسه خايف من الموت وانا ابعت لك فيديوهات ثانيه. ما انتش خايف من الموت؟ قول لي ما انتش خايف من الموت وربنا يستر علينا وعليكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.